يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الصحة، يا مساء الجمال. بنقول لكم مساء الصحة والجمال من شاشة قناتنا الجميلة، قناة الصحة والجمال. يا مساء الحب في يوم عيد الحب، يا مساء الحب بصوت حليم وهو بيقول على قد الشوق، يا مساء الحب بصوت أم كلثوم وهي بتقول بعيد عنك حياتي عذاب. مساءكم سعادة بعدد دقات كل قلب حب بصدق، مساءكم فرحة وهنا على نغمات كل قلب رقص من فرحته بحبايبه حواليه. النهاردة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج شبابنا مستقبلنا، وزي ما عودناكم دايما ان كل مرة بيبقى معايا مبدع في مجال مختلف. وبما اننا الرياضة بتشغلنا كلنا، كلنا حابين نظهر بشكل رشيق بفورمة حلوة، نعمل شكل حلو لجسمنا، فالنهاردة يشرفني ان يكون معايا في الحلقة الكابتن محمد سامح، مدرب منتخب اسكندرية للكاراتيه. اهلا بحضرتك اهلا كابتن. اهلا بحضرتك دكتور رشا، نورتني في البرنامج. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. مبدئيا كده طبعا انا عارفة كابتن محمد في حاجات كتير جدا، في نوادي كتير جدا، وفي تايتل كبير قوي، يعني عايزين نعرف للساده المشاهدين من حضرتك. اكيد. احنا النهارده بنتكلم عن رياضه الكاراتيه. رياضه الكاراتيه هي اللعبه الاكثر شعبيه انتشارا في مصر، تمام؟ لان هي لعبه سهله وبسيطه، يقدر اي حد ان هو يمارسها بسهوله. طبعا الكاراتيه هي لعبه يابانيه المنشا، يعني اول بلد تمت فيها اللعبه هي كانت اليابان، وبعد كده دخلت مصر عام 1972، ومسك أول رئيس للكاراتيه اللواء شفيق عصمت، وكان بيتم تدريب الكاراتيه لأول فريق كان فريق الشرطة والقوات المسلحة في مصر هنا. طبعاً الكاراتيه عندنا لعبة مقسومة لجزئين، كاتا وكوموتيه. الكاتا هي الاشتباك الوهمي اللي فيها بنشوف اللاعبين في البطولات الأولمبية وبطولات العالم بتستعرض بعض الحركات، وده بيسمى الاشتباك الوهمي. وعندنا جزء تاني اللي هو جزء الكوموتيه، وده بيبقى الاشتباك الفعلي اللي هو بيتم من خلال المتوشة اللي هي الفايت، اللي هي لاعب قصاد لاعب تاني. تمام. كابتن محمد، انا كأم مثلا في البيت علشان اختار لابني لعبة او تدريب زي الكاراتيه، يعني لازم يكون هيعود عليه فوائد معينة، او انا حاسة ان فايدة معينة هتعود على ابني. عايزين نعرف من حضرتك بقى ايه فايدة تدريب الكاراتيه للاولاد؟ عموما اي رياضه هي مفيده للجسم. في مقوله جميله بتقول ان الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم، فاي رياضه هي بتفيد ابني. ولكن الكاراتيه ليها مميزات كويسه، هي بتعلي من سرعه رد الفعل عند الطفل، بتنمي مهارات الذكاء عنده، طبعا بتقلل من الخوف والارتباك، وبتعلي من معدل الصحه النفسيه للاعب، تخلي نفسيته في تحسن اكتر، تمام؟ كل الحاجات ديت مفيدة للاعب، بتفيده سواء في التعليم أو في الرياضة أو في حياته العملية بعد كده. تمام. يمكن دايما بنقول ولي الأمر في البيت بيبقى ليه تأثير على ابنه، أكيد، سواء تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. يمكن كلنا عارفين التأثير الإيجابي دفع للأمام، بيحفزه، بيخليه يحب الرياضة أو بيحب التخصص اللي هو بيشتغل فيه، ولكن أحيانا بيرتكبوا أخطاء بدون ما يشعروا ويكون ليها تأثير سلبي. هل نقول في لعبة الكاراتيه ممكن يكون ولي الأمر ليه تأثير سلبي على مستوى ابنه في تدريب الكاراتيه؟ غالبا بنسبة 70% بيقابلنا في منظومة الكاراتيه لاعبين كويسين جدا بتقدر تحقق بطولة القطاع اللي هي المحافظة بتاعتها، وبتقدر تصعد لبطولة الجمهورية وبتوصل لمركز كويس، وبعد كده ما بتكملش، وبيكون السبب حاجة من الاتنين، يا إما معاملة المدرب أو أسلوب ولي الأمر في البيت بيخلي اللاعب ما بيكملش لأن هو بيفقد الشغف. هدي لحضرتك مثال. كنت بقرأ مقالة من فترة كده عجبتني، كانت بعنوان الوسم، والوسم هو الإلصاق الصفة في شخص لغاية ما بياخد الصفة ديت وبيحس إن هو عايز يطبقها في حياته العملية. تمام. بلاقي النهاردة ولي الأمر لما اللاعب بيخسر مثلا على الملعب مفيش تحفيز، ولي الأمر أنت مش كويس، أنت فاشل،
كلمات بتبقى تعبيرات اكستريم بتزعل الطفل وبتحبطه، فبتخليه بيفقد الشغف في اللعبه وما بيكملش. تمام. فلازم ولي الامر يكون داعم لابنه، دايما بيشجعه، لان الكاراتيه مش حرب، احنا بنلعب رياضه للاستمتاع مش للفوز ولا للخساره. تمام. فانا دايما بنصح ولي الامر انه يكون داعم لابنه، واقف في ظهره في مساندته، ومحدش بياخد السلم واحده واحده، يعني هو انا محدش دايما بيطلع. اقول ان التعزيز دايما لازم يكون تعزيز ايجابي، اكيد نبعد اكيد، عن التعزيز السلبي، يعني حتى لو اخفق في حاجه او مره كان لازم ان احنا نعديها ونقف جنبه طبيعي طبيعي. ونعدل من كل دوت للافضل. اكيد طبعا اكيد. بيقولوا كل حد ناجح بيعدي بصعوبات، اكيد بيعدي بعراقيل. اكيد طبعا دايما الناس بتشوف الجانب المضيء، بتشوف النجاح، ولكن خلف الكواليس محدش بيعرف حاجه. احنا هنا النهارده في شبابنا ومستقبلنا عايزين نعرف اللي ورا الكاميرات، عايز اعرف الصعوبات اللي قابلت كابتن محمد والعراقيل اللي قابلتك واتغلبت عليها ازاي. يعني رياضة الكاراتيه ابتديت فيها دكتورة رشا من وانا عندي 5 سنين، مارست اللعبة وانا عندي 5 سنين وتدرجت فيها لغاية ما وصلت للحزام الأسود. طبعا مريت يعني بمواضيع كبيرة ومراحل كتيرة قوي، من لاعب لمدرب دي ما جاتش بالسهل. اشتغلت الأول مساعد مدرب في نادي حرس الحدود لفترة كبيرة، وبعد كده اتعينت في نادي النصر، ومن هنا بقى بدأ ضغط الشغل يبتدي، ان النادي عايز انجازات، وان انا مسؤول من عدد كبير من اللاعبين، كل لاعب ليه طريقه معينه انا لازم اتعامل بيه معاها، ما ينفعش ان انا اعامل كل اللاعبين اللي عندي بطريقه واحده. فده كان بياخد مني مجهود جامد جدا، ومهما كانت نفسيتي تعبانه وعندي ظروف خاصه في البيت، للاسف يعني اللاعب ملهوش ذنب فيها، لازم ان انا اكون طول الوقت في التمرينه مركز مع العدد كله وشغال مع كل لاعب بطريقته وباسلوبه. حضرتك بتقول لي بدأت لاعب وتدرجت لحد ما بقيت مدرب. هل شرط ان يكون عندي مدرب جيد ان لازم يكون كان في الاصل لاعب على مستوى عالي ويكون محقق انجازات معينة ولا مش شرط؟ والله دكتورة رشا، هو فقد الشيء لا يعطيه، ولكن انا ما بعترفش بالمقولة ديت قد كده، لان غالبا فقد الشيء بيحب ان هو يعطيه. عندنا بنشوف لاعبين ابطال عالم محققين انجازات كبيره جدا، ولما بيخشوا مجال التدريب ما بيقدروش يطلعوا لاعب او ما بيقدروش يصنعوا لاعب، لان هو متفصل لاعب، هو بيقف آله على الملعب يقدر يحقق ميدالية. لكن المدرب لازم يكون بيتماس بصفه توصيل المعلومه للاعب، عامل زي المدرس. ممكن اكون مدرس كماده علميه عالي جدا، بس ما عنديش الحته ان انا اوصل للاعب المعلومه ديت. تمام. فالمدرب قبل ما يكون مدرب شاطر لازم يكون بيعرف يوصل المعلومة للاعب بسهولة، عشان يقدر يستوعبها ويقدر يقدرها يعملها على الملعب ويحقق منها نتيجة. تمام. وما اننا من كلام الناس اللي بتتدرب مع حضرتك وكلهم بشهادتهم، طبعا احنا معانا مدرب شاطر جدا، لو قلنا كابتن محمد سامح، نظرتك المستقبلية شايف رياضة الكاراتيه فين في الفترة اللي جاية؟ والله رياضة الكاراتيه بتتقدم يوم بعد يوم، محققين انجازات كبيرة جدا في مجال الكاراتيه، كفاية ان احنا استطعنا ان احنا نحصد الاولمبيات اللي فاتت ونشارك فيها ونعمل نتائج كويسة. طبعا كل ده راجع لجهود السيد رئيس الجمهورية، طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما شفناش في مصر التوسع الرياضي دوت غير في عصر سيادته. النهاردة بقى كل فترة زمنية قريبة بنشوف كذا مركز شباب، بنشوف كذا نادي، دلوقتي ما بقاش في منطقة إلا وفيها نادي أو مركز شباب، فبقى في توسع. كمان البطولات، إحنا ما بقى كينا كمدربين بنتعب من كتر البطولات، إحنا كل شهر عندنا بطولتين تلاتة إن شاء الله، فما كناش بنلاقي كده الأول، ما كانش في احتكاك، فما كناش بنقدر إن إحنا نطلع لعيبة. لكن النهاردة منطقة اسكندرية للكاراتيه كمان عملت مشروع منتخب الموهوبين، يعني بناخد اللعيبة الصغيرة بتخش منتخب تتمرن في المنتخب دوت تحت جهاز فني فاهم هو بيعمل ايه معاهم، عشان نقدر ان احنا نصعد بلاعبين في بطولة القطاع توصل لجمهورية، ومن جمهورية يبقى عندنا لاعبين جدد في المنتخب بصورة مستمرة نقدر بيهم نحقق عالم واولمبيات ان شاء الله. كابتن محمد، كحد مشاهد عادي جدا دلوقتي بيشوف الحلقة، لو انا شايف مثلا ابني ممكن عنده امكانيات تأهله انه يلتحق بالمنتخب، ممكن ايه الاجراءات اللي يعملها؟
هو اللعب اول حاجه ما ينفعش اخش مثلا اكاديميه او نادي واحدد ان ابني لازم يلعب اللعبه الفلانيه، ما ينفعش اقول ابني يلعب كاراتيه او ابني يلعب سي اي لعبه تانية. اللعب عندنا لما بيجي الاكاديميه يقدم او بيجي النادي بيتم عرضه على الاخصائي النفسي تمام والجهاز الفني تمام، عشان نعمل تقييم للاعب، تقييم ذهني وتقييم بدني، نشوف مدى قدره استيعاب اللاعب. اللاعب ده جسمانيا ايه ظروفه، هيقدر على الرياضه ديت ولا عايز رياضه اخف ولا عايز تمام رياضه احسن، تمام فبنقدر نعمل تقييم نقيس نقاط الضعف اللي عنده ونقاط القوه اللي عنده، وبعد كده بنوظفه في الرياضه اللي هينفع فيها ان هو يكون في نتيجه فيها. هل ممكن حد يجي لحضرتك وامكانياته الجسميه ما تاهلوش ان هو يلعب كاراتيه؟ هي عموما الكاراتيه بتساعد في علاج فرط الحركه والانطواء عند الاطفال تمام، بس لازم نعمل تقييم للاعب. عين الاثنين تقريبا عكس بعض، دي حقيقه، صح كده؟ دي حقيقه، يعني فرط حركه ده حد شبكه دي حقيقه. علاقات واسعه مش عارف ما هو احنا ايه. حضرتك عندنا الكاراتيه، الكاراتيه بيعلم قيم ياما جدا للطفل، فهو بيعلم الطفل اول قيمه ودي اهم حاجه عندي الانضباط، فبيبقى منضبط في سلوكه من التمرين ده بالنسبه لفرط الحركه تمام. اما بالنسبه للانطواء والخوف، اللاعب مع كتر الاحتكاك على الملعب مع زمايله من بيندمج خلال الماتشات والتمرين تمام بيجمد من تمرينات قوه التحمل ومن التمرينات الاحتكاكيه في الفيس تو فيس، كل ده بيرفع من معدل روح اللاعب ثقته والثقة بنفسه. عنده. طبعا تمام؟ طبعا. فدي أهم حاجة يعني. حضرتك من شوية كلمتنا عن الإنجازات اللي حصلت في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا ده كلنا لامسين سواء على مستوى الرياضة أو على باقي المستويات. أكيد. يمكن أنت قلت التغيرات اللي حصلت واللي موجودة حاليا، اللي أنت كحد في المجال وحد شاطر طبعا في المجال تتمنى أنه يكون موجود الفترة اللي جاية؟ اتمنى انه يكون موجود الفتره اللي جايه. والله هو انا شايف ان كل حاجه كويسه موجوده، بس محتاجين شويه ان احنا نتكاتف مع بعضينا. يعني حضرتك الشباب، حضرتك عارفه ان هم 60% من المجتمع دوت، جزء بيبني وجزء بيحمل السلاح للدفاع عن تراب هذا الارض تمام، فلازم ان احنا يكون عندنا تفتح شويه ووعي ان اي بيت في طفل، انا بقول لحضرتك انت عندك بطل، انت عندك في بيتك بطل، حاول تبعده عن الشارع، حاول تبعده عن الحاجات اللي مش مفيدة، وحاول ان انت يبقى تعليم ويبقى رياضة، عشان احنا كده بنبني طفل هيطلع يفيد بلده تمام. بدل ما يتجه لأي حاجة تانية. فانا بخاطب اولياء الامور ان هي توفر وقت بعد جزء يشغلوا وقتهم ويشغلوا فراغهم بالرياضة، أكيد للتعليم والرياضة حاجة طبعا مفيدة طبعا. أكيد. هستأذن حضرتك هناخد فاصل صغير ونرجع تاني، فاصل ونرجع لكم تاني، محدش يروح بعيد. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه حوارنا مع كابتن محمد سامح مدرب منتخب الاسكندريه للكاراتيه. منورني طبعا في الحلقه. نورك يا دكتوره، سعيد جدا ان يا رب ما حضرتك اكونش اثقلت عليك طبعا في الاسئله، بس انا بحاول استغل وجودك معايا في الاستوديو النهارده. المنتخب القومي للكاراتيه، اكيد المنتخب بتاعنا بيبقى ليه ترتيب معين بالنسبه للترتيب العالمي. تمام. شايف الفتره اللي جايه ترتيب المنتخب ممكن يكون فين؟ حاليا احنا متصدرين الترتيب العالمي في الكاراتيه بفضل طبعا مجهود السيد رئيس الاتحاد محمد محروس الدهراوي، مركز جدا ومهتم جدا بلاعبين المنتخب، ودايما في تطوير فني مستمر، اللاعبين في تطور زايد يوم بعد يوم، مفيش بطولة بنشارك فيها الا وبنحقق فيها احسن النتائج. تمام. كمان الاتحاد الفترة الجاية عمل حاجة لم تسبق من قبل، ان احنا بقينا نقدر نستضيف بطولة عالم على ارضنا هنا في مصر.
يعني بقى عندنا الامكانيات اللي تخلينا ما شاء نقدر الله، نعمل بطولة العالم عندنا هنا في دي مصر. حاجة جميلة، حاجة تشرف دي حاجة ما شاء كويسة الله لانها هتجمع دول كتيرة جدا طبعا حقيقي. عندنا هنا في مصر. فرياضة الكاراتيه رياضة كبيرة وعندنا ابطال كويسين جدا، ونستطيع ان شاء الله ان احنا نحقق احسن الانجازات خلال الفترة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد، اثناء التدريب ايه اكتر حاجه بتبقى مركز قوي ان انت تزرعها في اللاعب، وشايف ان وجودها ده شيء مهم بالنسبه للاعب وبالنسبه لتقدمه في اللعبه؟ اهم حاجه طبعا الانتماء، ان اللاعب يكون عنده انتماء، انتماء للعبه وانتماء للمدرب تمام وانتماء للنادي اللي هو فيه. تمام لان احنا بنقابل لاعبين كتيره، ودي بتبقى يمكن اوحش او اصعب لحظات بتمر على المدرب، مش في الكاراتيه بس، ده في جميع الالعاب الفرديه. ان اللاعب يتمرن وتكوني حضرتك اللي مأسساه وتعبانه معاه من هو حزام ابيض لغايه ما يوصل مثلا حزام اسود، يحقق اسكندريه، يحقق بطوله الجمهوريه، يوصل بحر متوسط، ممكن اللاعب يقول لك انا مش عايز اكمل، انا مثلا مسافر، انا رايح نادي تاني، انا هقعد في البيت مش هكمل. كل ده بيحبط المدرب وبيتعب المدرب. فأهم من ان احنا نعلم اللاعب كاراتيه لازم نعلمه الانتماء، لان اللاعب مش هيقدر يحقق بطولة ومش هيقف على الملعب راجل بكل قوته واصراره الا لو هو عارف الدور اللي هو بيأديه، منتمي للنادي، منتمي للمنتخب اللي بيلعب منه فيه عشان يموت على البطولة ويحقق ميدالية. فلازم اللاعب فعلا يكون بيحب النادي، بيحب المدرب، بيحب بلده، مقدر مسؤولية اللي هو بيعمله على الملعب عشان يقدر يحقق النتيجة، مش تمام. بيلعب كده وخلاص. تمام، حلو قوي. انا بحب بلدي فهعمل، هعمل هبذل المستحيل عشان اجيب قصارى ميدالية، دي جهدي اهم عشان حاجة. اجيب ميدالية، مش بجيبها لنفسي لنفسي بجيبها لمصر. انا بجيبها لبلدي. حقيقي ما شاء الله عليك، حلو قوي روح الانتماء دي، ما شاء الله عليك. طيب، البطولة العالم او البطولات عامة، بس يمكن بطولة العالم بيبقى ليها رونق خاص بيها. اكيد اكيد اللاعب اللي بيتم اختياره علشان يكون في بطولة العالم ليه لازم يمر مميزات بمراحل، معينة وليه خصائص معينة، ولازم كمان أثناء تدريبه ليه مراحل معينة يمر بيها. اكيد كلمنا عن طريقة اختياره وعن المراحل اللي حضرتك بتمرره بيها. احنا عندنا في الكاراتيه جزئين من البطولات، جزء تنشيطي وجزء رسمي. التنشيطي هي بطولات عشان بس تنشط اللاعب، تخليه يحتك، بيعملها الاتحاد، الغرض منها ان احنا نحرك اللاعبين، ما نفضلش قافلين عليهم سنه، لان البطوله الرسميه بتيجي من السنه للسنه. فالاتحاد بيبذل جهوده في كل الفروع، وكل فرع محافظه بيعمل بطوله تنشيطيه عشان يجمع اللاعبين تحتك ببعضها. تمام تمام. طبعا البطولات التنشيطيه ما بتاهلش الحاجه، يعني بنشوف مثلا لاعب بيخش رياضه الكاراتيه ويقعد 5 6 سنين ويجمع شهادات كتيره قوي، وفي الاخر بنتفاجئ ان هو ما عملش حاجه، لان هو كان عايش في وهم البطولات التنشيطيه اللي هي ما بتاهلهوش لحاجه. عندنا الجزء الثاني، وده المهم جدا، وده اللي لازم ولي الامر يركز عليه عشان يبقى ماشي بابنه في الطريق السليم اللي هيوصله فعلا لحاجه كويسه. تمام. هي البطولات الرسميه بتبتدي ببطوله القطاع، يعني كل محافظه ليها بطوله، زي مثلا بطوله فرع الجيزه، بطوله فرع القاهره، بطوله فرع اسكندريه. لازم اللاعب يحقق، لازم يعمل مركز عشان يصعد من بطولة القطاع بتاعته لبطولة الجمهورية. تمام. وفي الجمهورية لما بيصعد بيخش تصفيات المنتخب، ومن هنا بيتم اختيار الفريق القومي لمنتخب مصر اللي هيمثلنا في بطولة العالم ما شاء الله. فهذه الخطوات اللي لازم ولي الأمر يركز عليها، ان في فرق بين البطولات التنشيطية وفي فرق بين البطولات الرسمية. ممكن أكون أنا معايا شهادات كتيرة جدا بس هي بطولات تنشيطيه ما بتاهلش. تمام. لازم اركز على البطولات الرسميه اللي بتاهلني. تمام تمام. كابتن محمد، هل بنظرتك العاديه ما بيتقدم لك متدرب او لاعب لسه يعني بنشوف قدراته او لاول مره بتعمل له كشف تاهيل، هل بتبقى عارف ان ده في يوم من الايام هيبقى بطل بالنظره الاولى؟ اللاعب بيبان من اول تمرينه. بيجي لاعب هو عنده اصرار وعنده نشاط وعايز يطلع كل حاجه عنده في التمرينه، لاعب طموح عنده هدف. واللاعب الطموح اللي عنده هدف بيتعرف، يعني احيانا بخش التمرينه الاقي في لاعب 2 مستنيين قبل التمرينه بساعه، كاوي بدلته،
حضر ادواته، زازة المية بتاعته، الفوطة، ادواته، جاي عايز يتمرن، غير اللاعب اللي بيجي متأخر، غير اللاعب الكسول اللي والدته او والده بيتحايلوا عليه عشان يروح التمرينة، ده عمره ما هيوصل زي اللي هو عايز يتمرن. اكيد طبعا اكيد. فلما بلمح لاعب زي ده انا بطلع كل حاجة جوايا اديها له، عشان انا حاسس ان ده هيجي منه، اكيد هيقدر طبعا يحقق بطولة جمهورية، هيقدر في يوم من الايام ان انا اشوفه بطل عالم، لو اكيد تعبت معاها اقدر اشوف مستوى معاه. اكيد. حقيقي حضرتك نورتيني جدا النهارده يخليك يا في دكتور رشا، الحلقه، انا سعيد بوجود حضرتك مبسوطه جدا جدا بجد. بوجودك. ويمكن اخيرا، عشان احنا برضو بيبقى فيه تساؤلات للناس بعد الحلقه، اي حد عايز يسال اي سؤال يتواصل معانا على بيج الخاص بالكابتن، ابطال الكابتن محمد سامح على الفيسبوك، ابطال الكابتن محمد سامح، هيستقبل المسجات بتاعت حضراتكم وهيرد عليها. ولحد هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن قبل الختام معايا تهنئه من القلب. لايف كوتش معتز مصطفى. كابتن معتز، يعني كل سنه حضرتك طيب، كل سنه وانت بخير وسعاده، وكل سنه انت وجوجو مع بعض ان شاء الله حياتكم كلها سعاده، وان شاء الله هنا في البرنامج قريبا جدا اعرض صور فرحكم. لايف كوتش معتز مصطفى والكابتن جهاد صلاح، يا رب حياتكم كلها سعاده ويا رب دايما مع بعض. ولحد هنا وصلنا لاخر محطه في حلقتنا النهارده من برنامج شبابنا مستقبلنا. انتظرونا في حلقات جايه مع شباب زي الورد من شباب بلدنا.